يوم وقفة وفاء وتضامن لاستذكار شهداء قوات البيشمركة الذين ضحوا بأرواحهم للدفاع عن كركوك وأهلها. وشهدت الدوائر والمؤسسات الحكومية إقامة مراسيم وفاء خاصة لشهداء البيشمركة، حيث وقف الجميع دقيقة صمت إجلالا وإكبارا لشهداء قوات البيشمركة الذين سالت دماءهم الطاهرة للدفاع عن كركوك وأهلها. وعرب مشاركون في مراسيم الوفاء لقوات البيشمركة أن أبناء كركوك لن ينسوا يوما بطولات وتضحيات قوات البيشمركة البطلة، حيث وقفوا سدا منيعا بوجه الإرهاب والإرهابيين، وضحوا بأرواحهم من أجل الدفاع عن كركوك وأهلها دون تمييز. تفاصيل أوفى مع يشار خالد. إجلالا وإكبارا لأرواح شهداء قوات البيشمركة البطلة الذين ضحوا بأرواحهم من أجل أمن واستقرار كركوك وأهلها وتصديهم بحزم واقتدار لإصابات داعش الإرهابية، نظمت كوادر الدوائر الخدمية بكركوك وقفة تضامن ووفاء لقوات البيشمركة البطلة وشهدائهم الأبرار. هنا واقفين لنعبر عن أسفنا وتعازينا لاستشهاد كوكب من أبطال البيشمركة الذين استشهدوا خلال اليومين الماضيين ودافعوا عن مدينة التاخي، وعلى رأسهم اللواء حسين منصور والعميد شيركو فاتح الذين ضحوا بدمائهم وأرواحهم لأهالي مدينة كركوك بكافة قومياتها وأديانها. كمديرية منتسبي مديرية مجاري كركوك وقفنا دقيقة إجلال وإكرام لأرواح شهداء البيشمركة الأبطال الذين ضحوا بدمائهم من أجل الدفاع عن مدينة كركوك وعن كافة مكونات كركوك. جمعنا اليوم في دائرة صحة كركوك إكراما وإجلالا لشهداء البيشمركة الأبطال الذين ضحوا بأرواحهم وحياتهم في سبيل المحافظة على أمن وأمان مدينة كركوك. المواطنون من جانبهم نظموا وقفة إجلال وإكبار لأرواح شهداء البيشمركة، داعين الباري عز وجل أن يحفظ قوات البيشمركة البطلة وهم يسطرون أروع الملاحم والبطولات في الذود عن حياض كركوك. بجهود البيشمركة الأبطال وبجهود القائمين على حماية محافظة كركوك قاموا بردعهم و كسر هجومهم، ونحن هنا في مديرية مجاري كركوك لا يسعنا إلا أن نشكرهم ونشكر جهودهم، ووقفتنا هذه وقفة إجلال وتحية وإكرام على أرواح الشهداء الأبطال. بارك الله بجهود البيشمركة على حماية كركوك وعرض العرب وعرض التركمان وعرض الإكراد وعرض المسيح وكل طائفته وأرضه وشرفه، والله يرحمهم بكالهم بالجنة ضد ذولا الإجراميين ضد الشعب العراقي بدون طائفية، يعني ما يميز لا هذا سني لا هذا شيعي لا هذا كردي لا تركماني لا جامع لا حسينية. هم الأبطال وإحنا حاضرين سند الأخواننا البيشمركة، وننعي الشهيد العميد شيركو رحمة الله عليه كان يساعد العرب يعني إلى أبعد الحدود، ومو بس هو وكل أصدقائه. الحمد لله والشكر المدينة لحد الآن آمنة بسببهم، والله يرحم شهدائنا ويشافي جرحانا. الشهيد البطل عميد شيركو والشهيد البطل اللواء حسين يعني حقيقة كانوا أبطال في الذود عن هذه الأرض. شهداء البيشمركة وتضحياتهم ستظل ماثلة في ضمائر ووجدان الكركوكيين. يشار خالد، فضائية كركوك.